السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنفسر عن دروب الدكتورة أميرة، هي مفسرة شاطرة ما شاء الله عليهم. معنا أول حلم: أنا عزباء بحلم إني مدرسة حكومية وبتعين معلمة فيها، وكان فيها اتنين مديرات وحبوني كتير وقالت لي لازم تجيبي بس طلب العمل عشان تبدأي معانا، زي ما يكون كانوا محتاجيني بالفعل، وأنا كنت فرحانة معاهم إني حكون معاهم. ده بيعتبر إني عندي أمنية نفسي تحققيها إن شاء الله، سواء كانت هي بالفعل او غيرها، فربنا يكرمك ان شاء الله، ولكن اسمه يعني اثبتها على حشتين، الدعاء والالحاح، وربنا يكرمك ان شاء الله، والله اعلى واعلم. معنا الحلم الثاني. الحلم الثاني: متزوجه وانا لاجئه ومسجله بالامم المتحده، حلمت اني كنت بالشارع، فقالت لي عندك موعد اليوم السابع، اليوم الساعه السابعه. وانا قلت لهم موعدي بشهر الرابع، ما خبروني وفرحت كتير، ورددت الى البيت ومسكت الهاتف واتصلت فيهن وقلت وردت علي الموظفه. قلت لهم كيف لا تخبروني ان عندي موعد اليوم وانا عندي موعد بالشهر الرابع؟ فقالت لي لحظه نشوف لك. فاستيقظت وعرنت المنبه، بالفعل انا بالحقيقه عندي موعد بالشهر الرابع. ده حلم بتاعك بيدل على التفكير الكثير، فلا تقلقي، يعني ان شاء الله ربنا يجعله موعد خير باذن الله ويحقق لك امانيك. معنا الحلم الباقي: حلمت انا بولد صار اكثر من مره يتكرر الحلم، واحد منهم شفت حالي اولد مثل اي وحده، وطلع رجلين الولد مثل رجلين الناس، ما حسيت باي الم، متزوجه وما عندي اولاد. وحلم الثاني شفت حالي اصلي واركع واخواني اثنين خربطوا لي صلاتي وما بدهم يصلي. لازم تتمسك باثنين، اول حاجه تصلي وتتمسك بالرقيه الشرعيه، ده تتمسك بيها على طول. ولو كان عندك ان شاء الله يعني ممكن تقرأي مية على القرآن، وحاولي إن تغتسلي بالحاجات ده، والمية اللي هتغتسلي بيها يعني ما تلقى في أي تلقى في الجنب، لأن ده مية مقرأ عليها القرآن. التزمي بالصلاة والرقية الشرعية، ربنا يحفظك. الحلم اللي بعديه: أنا حلمت إن واحدة صاحبتي ماسكة أيدي بتلف بيا على حفرة كبيرة أوي ومظلمة، فأنا قلت لها طيب تعالي كده هتوقعيني، ممكن تفسيره؟ الحلم ده بيدل على ان في امر من معاكي والامر ده متردده فيه، فحاولي تصلي صلاه استخاره وربنا يكرمك ان شاء الله بالخير دايما. الحلم بعدين: حلمت ان زوجي شايلني على ايده اثنين وماشي بيه وانا بقول انا حمود. الحلم ده معناه بيدل على ان زوجي هو عونك في الدنيا وان شاء الله يكون عونك في الاخره، فتمسكي بيه وتمسكي بصلاتك والرقيه الشرعيه وربنا يكرمك ان شاء الله ويحفظكم من كل مكروه. والحلم اللي بعديه: حلمت اني مطلع من اكيد هي بتقصد ضرسي شاش طويل فيه دم متزاوج. الضروس هنا تعتبر ناس عون ليكي او تكون يعني من اهلك او ناس مقربه ليكي، فحاولي اني لو كنت قاطعه صله رحم حاولي اني تراجع صله رحم تاني من جديد ان شاء الله خير، والله اعلى واعلم. الحلم اللي بعديه: السمكه في الحلم اكثر من مره تفلج مني وتنزل الميه وانا اجيبها، ومره من المرات كانت عايزه تعضني، ولما مسكت قلت دي سمكه شكلها حلو من بره بس هي سامه متزوجه ومعايا طفلين. ده الحلم دي بيدل على ان شاء الله ان في رزق جاي لك، ولكن هيكون الرزق في ممكن يكون في تعب او مشقه، ربنا يكرمك، الله اعلى واعلم. الحلم اللي بعديه: واحده مريضه سرطان، حلمت اني فجاه تخلع طرحها لقيت شعرها طويل تاني وجميل. الحلم ده جميل ما شاء الله، وده بيقول على ان ان شاء الله هتتعافى من كل الامراض وهترجع لحياتها الطبيعيه وهيكون احسن باذن الله، والله اعلى واعلم، نتمنى ذلك. الحلم اللي بعديه: حلمت ان الحلم الاوائل الحلم اللي بعدين حلمت ان زوجي يعني في الفاظ يعني مش حابب اقولها. الحلم ده تفسيره ده في مشاكل كتير، ده بيدل على ان في مشاكل كتير بينكم او مع غيركم، فلازم تلتزموا بحاجتين: الصلاه والرقيه الشرعيه، ده اهم حاجه، وحاولي ان تشغلي القران دايما في البيت. معلش على الصوت اللي بره ده. حاولي ان تلتزمي بصلاتك والرقيه الشرعيه وتشغيل القران دائما، او تشغلي صوت البقره على طول، وان شاء الله المشاكل ده هتتحل باذن الله.
في وحده كاتبه تقريبا من شهر 9 حنديها ان شاء الله تسد لي كل الاحلام. حلم بعديه، حلمت ان زوجي معاه كيس في سمك راح نزلهم على طبق، والسمك ده شبه البلطي بس فيه كبير وعمال يفتح بوقه وبيعض بس العضه مش بتعور، وعيالي فرحانين قوي فرحانين بيه بس انا اللي خايفه منه. ده الحلم ده جميل باذن الله، وان شاء الله هيكون في رزق جايكم وربنا يكرمكم باذن الله. مطلقه، حلمت اني ثعبان اسود املس قاعد في المكان اللي يصلي فيه البيت ما يتحرك على اساس انه في حاله توقيع، وانا واهلي مش خايفين منه. ثم قلت لاخي اقتله وخلي ابنك يساعدك. وهنا حلم الحياه او الثعابين في البيوت ده يعتبر جن. فحلم ده بيدل على هما حاجتين، اول حاجه صلاتك ورقيتك الشرعيه، وحاول ان تشغل القران في البيت، يعني شغلوا صورة البقرة دائما، لأن لو في شياطين وجن صورة البقرة بتطرد الجن والشياطين لمدة 3 أيام، وربنا يحفظكم. الحلم بقى، نحلم في ناس أعرفهم بيعملوا سحر لي ولأولادي، هنا عشان نتوقع الحذر، لأن في حلم شيطاني ده بيريد إن يوقع فتنة بين الناس، فنتوقع الحذر إني أول حاجة ما نشكش في حد، وتاني حاجة ناخد حذرنا ونلقي نفسنا ونصلي صلاتنا. ونتذكر على الله، مفيش حاجه ان شاء الله هتمسينا، وما هم بضارين من احد الا باذن الله. الحلم اللي بعديه، حلمت اني بغيت محرمه البريود قدام زوجي، انا مش فاهم الكلام بصراحه، وكان سلاسة عليهن دم شلتهن اتمنى الحمد. هي ممكن تكون تقصد الدوره الشهريه، فان شاء الله ده يدل على ان شاء الله هتحملي فيما بعد وربنا يكرمك باذن الله. والحلم اللي بعديه انسه، حلمت ان في رجال تيجي لورايا لابسين زي خوزة ومعاهم عصيان عاملين زي بتوع الداخلية، ولما قرأت آية الكرسي كانوا بيختفوا وكانوا معايا عصايا زي بتاعهم، وأنا جري عشان أهرب منهم، عديت من جنب بيتنا وعديت ولقيت واحد داخل بيتنا كان بيجري معايا بس أنا معرفوش وما شفتش، ولما شافني عديت البيت ندهني عشان أنا أدخل البيت، ولما رجعت عشان أدخل البيت ما عرفتش أعدي، عدت البيت ولقيت واحد مش باين ملامحه اللي متذكرة إن في حاجة قالت لي اقرأ سورة الفاتحة. الحلم ده بيوضح لك حاجات كتير وده كويس، ده بيقول لك يعني عاوز الحلم ده بتحتاج رقية شرعية والصلاة برضه أهم حاجة تلتزم بالصلاة. تاني حاجة تجيبي مية تمام تقرأ عليها القرآن وعلى ملح وترشي في أماكن البيت اللي يعني كل ركن في البيت ترشي، وحاول إن تشغل القرآن دايما في البيت والأخص سورة البقرة، وربنا إن شاء الله يحفظكم من كل مكروه. وآخر واحدة بتقول المفسرين بيذلونا، لا نحن مش بنذل حد، أكيد أي واحد منا سواء أنا أو الدكتور أمير صاحب الجروب ليه شغل وليه عمل، فأكيد الواحد مش هيترك عمله عشان بيفسر. لو حضرتك أنت برضه شغالة أو بتعمل في أي مصلحة، فأكيد أنت مش هتترك العمل بتاعك عشان ترد على الناس، فأكيد يكون الكلام أحسن والواحد بيعمل على قدر ما يعمل، وربنا يعني يدينا الصواب والأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.